الشعر لغة عالمية جمعت أواصل الشعراء بعضهم ببعض، ولكن هل هنالك جمال كجمال اللغة العربية والشعر العربي؟ لغة القرآن الكريم، لغة الفصاحة والبيان. وجه مدينتنا لهذا الأسبوع شاعر كتب في شعره جزء من نص البهلوان: عدت فحللت سهلا، كان سفرك شاقا، فاسترح كثيرا وعميقا. ثم عمر الإرياني. وجه مدينتنا لهذا الأسبوع، تابعونا. نضجت في سن مبكر ذائقة عمر الإرياني الشعرية، وبدأ عمق حساسيته نحو الكلمة واضحا جليا في مراحل سنوات دراسته، فكان ينتظر الصيف بفارغ الصبر حيث تقام المخيمات الصيفية التي كانت تساعد الطلاب آنذاك على معرفة ميولهم وهواياتهم والتعمق فيها كلا في مجاله. طبعا قضية بداية متى بدأت أكتب أو متى بدأت الشعر أو متى بدأت أشعر أن الكلمة معبرة عن أشجاني وجداني، عملية تراكمية في الأساس. ما كنتش أعتقد وأنا في الابتدائية أن أنا بكون شاعر. صحيح ما كنتش أعرف أرسم، ما كنتش أعرف أغني زي غيري، بس كنت أحب الكلمات. كانت البداية في الأغاني، كانت البداية في الأذن، كانت البداية أنه أحول وأحور الأغاني، وكنا ننبسط إحنا والزملاء، واكتشفت أنه أنا قادر أحيل الكلمة بدل الكلمة، والنغمة موجودة في الأذن. وفي أيامي طبعاً أنا أتكلم على فترة الثمانينات. سافر عمرو الإرياني إلى إب وهو لا يزال في ريعان شبابه، وعاش فترة في منزل عمته وعمه، ويبدو أن هدوء المدينة آنذاك وجوها البارد وبساطة عيش أهلها وأفرة خضرتها أججت موهبة الشعر لدى عمرو، الذي استفاد من وجود مكتبة ضخمة في منزل عمه كان لكتب الشعر فيها نصيباً لا يستهان به. وكان عمرو الإرياني يميل بشكل كبير إلى قراءة الكتب الأدبية وخاصة كتب الشعر منها، فأغرق عمرو روحه في كتب الشعر وتأثر بالعديد من الشعراء في جميع مراحل حياته، ولعل شعر محمود درويش كان الأقرب إلى ذائقته. بعد ما فتحوا الطرق ما بين الشطرين في حين أنا كنت في عدن، انتقلت إلى إب. في إب كانت بداية فعلية للشاعرية. ما يعني الإب في 89 90 ما كانش مدينة بهذا الحجم اللي الآن نشوفه. وسكنت في منطقة هي قرب منطقة السحول، في منطقة اسمها جرافة، وأنا غريب عن إب، لكن رحت سكنت عند عمتي، عجبتنا هذه المدينة وبدأت أقرأ أكثر، ولا سيما أنا عشت في بيت عمي، وعمي قاضي كان، فكان عنده مكتبة ضخمة وكبيرة في الشعر، وبالذات الشعر البردوني. ولم يزل عمرو ينهل من هذا البحر حتى تبللت أطرافه، وبعودته إلى محبوبته عدن كتب أول قصيدة له نشرت في جريدة وكانت بمتناول الشارع من بسطاء ومفكرين وأدباء، مما أعطاه حافزا ليواصل مشواره الأدبي. وكانت الولادة والبداية على مستوى الصحف، يعني رؤية الثقب يسمح بقليل من الضوء والصلاة، فلا أكتفي ببعض منك على عرق النمل، وبعد المعوذتين أظل خائفا عليك من البرع، من حدث مذك مدخم فوق الفزع، انتبهي الحرادين قد تبكي من أجل الرمل، الآن والثواني نائمة تقتص مني الكلمات لعبثي بصدرها، فكم أنا محظوظ بصحبة الأنقياء وحزن أم المطبوخ على نار هادئة. أتعلم أن لا أحبك أبدا، أن يتحاشى أنفي حضور الطين، فتنين الحي يقظ جدا، أن ألقاك في جرح الغائر سرا، لكنك ما زلت الأجمل، وما زال في صحوي أمور أروع، الغضب يكتب في عقل الماء فكرة، يكسرها الجبل وتكسره، يهزمها التعب وتهزمه، ورقص سنبلة وزهرة، وإيقاع نهر سحري ثائر من شوق الأرض تروضه يد كخيوط الشمس قوية، نبعه زفرة. أخطأ عكاظ
وكل أساتذتي الحفرة، ما كنت في إناء تراكم فكرة، ما كنت مجرد هاجسة أكلتها فأرة. استيقظ استيقظ، كل الأشياء من حولك أفاقت، الثقب يسمح بقليل من الضوء والصلاة. وظل عمرو ممسكاً لشعلة الشعر حتى اختيرت صنعاء عاصمة الثقافة في العام 2004، وبالرغم من أنه لم يكن مدعواً ولكن الطبيعة الشعرية فيه أبت، إلا أن يكون وسط هذا المحفل الكبير الذي جمع أدباء وشعراء ومفكرين، فأنفق من أمواله الخاصة ليكون شاهداً على هذا الحدث الأدبي الذي يعتبر الأول من نوعه في حياة عمرو الإرياني. جاءت 2006 ملتقى الشعراء 2004 هنا ملتقى الشعراء الشباب العرب صنعاء عاصمة للثقافة، وكانت أول مشاركة عامة بحجم كبير. طبعا لي مشاركات من قبل في الاتحاد يعني في 2004، في 2006 رحت لصنعاء لكني لم أشارك في المحفل الكبير، لكني كنت موجود، حضرت بذاتي يعني بفلوسي بنقودي بذاتي مشان أشوف المشهد كيف يتم وماذا يقولون شعراء عرب وشعراء أجانب. كنت أذكر أن أنا أروح الفندق عندهم في رمادة حدة، أتفلحس جنبهم مع أنه مش مدعو، لكن أشتق لهم أنا موجود، وكنت أقرأ عليهم في أزقات الفندق. جاءت 2006 وكان الملتقى الثاني، فلم يجدوا مناصا إلا أن أكون مدعوا، فدعوني وأوغت مشاركة هامة. ثلاثها مشاركتي في ملتقى قصيدة النثر الأول أيضا في القاهرة في عام 2008، وكانت أول مشاركة، أول سفرة كانت إلى الخارج في مشاركة عربية بعد المشاركة اللي حصلت في صنعاء، في مشاركة عربية في ملتقى قصيدة النثر بدعوة من اتحاد الأدباء وكتاب مصر. وبعد بضع سنوات تلقى عمرو دعوة لحضور مؤتمر الشعراء في صنعاء كاعتراف بموهبة عمرو الإرياني الشعرية. يرى عمرو أن لا معوقات في مشواره الأدبي إلا ما يمر به الشاعر لإثبات هويته الشعرية، فهو يرى أن الشعر ليس وسيلة للتعبير عما يجيش في النفس الإنسانية من انفعالات ومشاعر فحسب، بل هو أيضا طريقة لممارسة الحياة ومفتاح لدخول الشاعر إلى أعماقه، كما يتمنى أن يشبه الشاعر نفسه التي يجدها متدثرة في سطور أشعاره.